حسب حضراتكم مع احتفالية اليوبيل الفضي لأصول السينما. تعالوا مع بعض نشوف هذه الاحتفالية ونرجع بعد كده نتكلم عن موضوعنا وزواج أو زوجة في الجامعة. ثلاث أيام ثقافة وفن ومعارض ومسرح ومحاضرات تصوير في مهرجان ألوان بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لقصر السينما التابع لوزارة الثقافة. افتتاح النهاردة له علاقة 25 سنة على مرور إنشاء قصر السينما في جاردن سيتي، وإحنا كمجموعة من الشباب في مبادرتين كبار اسمها مبادرة توثيق لصناعة الأفلام الوثائقية والتصوير الفوتوغرافي، ومبادرة المصور المصري إيجيبشن فوتوغرافر. إحنا وفي كمان مجموعة من الشعراء هنعمل زي فعاليات احتفالا بالمهرجان ده. الفكرة كلها إن إحنا شايفين إن الثقافة هي الأساس للتنوع وللسلام في مصر، ومن غير الثقافة مش هنقدر نتقدم لقدام، فإحنا بنحتفي بالثقافة في مصر في الأيام دي إن شاء الله. تم فتح باب التقدم بصور فوتوغرافية في مسابقة تصوير للهواة، وتم عرض صور الفائزين في افتتاح المهرجان بحضور المصور السينمائي القدير سعيد الشيني. المعرض ذاتك اللي هتشوفيه أو سجلت صور منه أغلبتهم مش دارسين، أغلبتهم عندهم حاجة مهمة جدا، إن بيشوفوا حلو وعندهم موهبة. انك تشوفه حلو هي دي بقى الموهبة الربانية اللي بيديها الانسان، لان اذا اديت الكاميرا لخمسة ستة كل واحد هيصور بطريقة، احسنهم اللي عنده الطريقة الطبيعية اللي هو اخده من الطبيعة اكتر واخده من مفاهيم الحياة اكتر وكده. هو الموهبة ممكن تنمى بعد كده، تنمى بالدراسة طبعا، لكن مهم جدا ان الهواة اللي احنا هنشوفهم النهارده في افتتاح المعرض انه ينموا هذه الموهبه. فاذا تنمت انا اعتقد ان احنا نملك قاعده مصورين شباب ممتازين، مصورين فوتوغرافيين شباب ممتازين. حبيت ان انا اشترك عشان الحدث ده مهم بالنسبه لي، مش عاده بشترك في كل المعارض يعني، فقدمت كام صوره ومن ضمن طبعا ناس كتير قدمت، بس الحمد لله اتقبل صورتين بالنسبه لي، كانت صوره الفراعنه وصوره تانية المسجد الحسن الرفاعي. انا ابتديت التصوير بالظبط بقالي سنه، انا عندي 23 سنه بقالي سنه بالظبط بصور، اتعلمت التصوير، اشتريت كاميرا وبطلع صور واحده في واحده. الناس بتقول انت بتصور حلو، رغم ان انا زمان خالص لما كنت حتى بصور بموبايل بصور جروب من الناس عادي يقولوا لي انت صورك وحشه وبتطلع صور مهزوزه. فدلوقتي لا، دلوقتي الموضوع اختلف تماما، والموضوع مش صعب يعني. هو الموضوع بالنسبه لتصوير الهوايه لا مش صعب خالص، واحد بس ياخد خطوه. ايه شعيب، سي بي سي.